الله الكريم. سعداء جديد اللقاء بكم اليوم في هذه المائدة الكبيرة التي تحمل عنوان الشباب المغربي والقضايا الراهنة المسألة الدينية المنتجة. لعل السؤال المحوري الذي تطرحه هذه المائدة المستديرة. سعيدة بتنظيم هذه المائدة المستديرة التي تهم قضايا الشباب في علاقتها بالجانب الديني. الهدف من طرح هذا السؤال هي محاولة إماطة النقاش وجعله نقاشا عموميا حول قضايا الدين وحول الأسئلة التي تؤرق الشباب، ليس من باب التحدي أو من باب فتح مجالات هكذا عبثا، ولكن من باب ضمان أسئلة معقولة في إطار فضاء حر قابل للنقاش وطرح جميع التساؤلات العقلانية التي تهم الدين بعلاقته بالقضايا الشبابية، أو بمعنى آخر كيف ينظر الشباب إلى الجانب الديني وما هي ملاحظاتهم وكيف يمكن التجاوز أو الحوار حول مجموعة من القضايا. نحن هنا ليس بهدف المحاسبة أو المساءلة، ولكن بهدف طرح أسئلة عميقة ظلت تشكل الهاجس لدى الشباب ويرغبون في نقاشها. لذلك ارتأينا أن نفتح الباب لهم للاستماع لهم والاستماع لطروحاتهم ولكيفية التعامل مع الجانب الديني ورؤياهم في إطار محاولة لبناء فضاء عمومي كما قلت سابقا، وأيضا في محاولة لإيجاد منصة للنقاش العقلاني الواعي الذي يهدف إلى أن يتربى الشباب على أن لكل منا رؤاه، وما يجمعنا هي الرؤى المختلفة التي تصب في القضايا العامة التي تهم التطور والتنمية والتقدم وبناء الشخصية المغربية التي تؤمن بأنه حينما أستمع إليك وإلى وجهة نظرك ليس معناه أنني ضدك أو أنني على حق 100%، بل إمكانك أن تنصت إلى رؤى أخرى ممكن أن تشكل في مجموعها رأياً عاماً قابلاً للتزويب وكامل لإعادة المسار. إذن هذا هو الهدف الأساسي من تنظيم هذه المائدة المستديرة، بناء مجتمع أولا لأن الشباب هو عصب الحياة، ولأن لا يمكن الحديث عن قضايا مجتمعية في غياب الشباب لأنه هو صلب اهتمام مركز مدى بالدرجة الأولى، لأننا بالنهاية نأمل إلى بناء شاب أو شباب قادر على الدفاع على تصوراته، ولكن في إطار احترام الآخر والمشترك والثوابت الكبرى التي تحكم أو تؤثر الشباب بعلاقته بالدولة وبمؤسساتها وببنائها بشكل عقلاني يستجيب لطموحاتهم في علاقتهم مع العالم ومع الآخر، الذين الآن يعدون حلقة ضمنه في إطار الانفتاح الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وفي إطار ما يتلقونه بشكل مستمر في جميع القضايا بما فيها الجوانب الدينية. الجانب الديني هو حلقة مهمة من حلقات بناء الشخصية، شئنا أو أبينا يؤثر ويؤتت فضاءنا. ما يلزمنا في التعاطي معه هو تعاطي الواعي، تعاطي العقلاني، تعاطي بتبات وبدراسة وبتفحص وبتجنب الإفراط أو التفريط فيه، وبناء شخصية تنظر إلى الدين بشكل مؤمن، ولكن الإيمان العقلاني وليس الإيمان الذي يمكن أن يزيغ بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه. اليوم أكثر انخراطاً يعني في حركية إعلام البديل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً وهذا الأهم مرشح لاعتناق إيديولوجيات مختلفة، أحياناً تكون متناقضة مع العرض الرسمي الرسمي و ترويج لها الحماس أيضاً.